طول الثانويه العامه والثانويه الازهريه في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من برطمان التحفيز. واللي كنا اتكلمنا قبل كده عن رساله اولى في برطمان التحفيز هتلاقيها فوق او في الحلقه اللي قبل كده، وقلنا ان اي حد هيحب ان هو يشارك معانا هيكتب لنا تعليق بافضل مقوله وافضل حافز ان هو يحفزه، افضل مقوله وعباره ماشي فيها بنحطها في رسائل هنا وبنبدا نقولها منه وبنكتب اسمه على الشاشه على طول. ففي حد كاتب لنا هنا تعال بس، في حد كاتب لنا كده اسمها الاء اسماعيل، كاتب لنا ايه؟ هنجيبها طبعا كاتبها في الموبايل هنا اهي، هنطلعها عندك على الشاشه، ولكن احنا زي ما متفقين هنطلعها من البرطمان. بتقول ايه؟ هذه فرحه الاهالي لا يساويها رقم، بدل ما بطلناش نحاول ما اسمهاش هزيمه. حبيتها جدا بصراحه المقوله دي، لان طبعا فرحه الاهالي بعد ما النتيجه بتطلع بيكون فرحه لا تساويها ثمن، التعب اللي تعبوه معاه طول السنه، المصاريف اللي صرفوها، بحيث ان هي ما راحتش هباء، لا ابني نجح ودخل الكليه اللي بيحبها وهو كان مبسوط جدا. وقالت كمان ان لو ما بطلناش نحاول ما اسمهاش هزيمه، طول ما انت بتحاول وبتذاكر وبتتعب وبتجتهد دي ما اسمهاش هزيمه، بالعكس دي اسمها ان انت بتحاول عاوز توصل لهدفك، دي قوه منك ان انت توصل لهدفك. فبالتالي طالما انت ما وقفتش وما احبطتش وما عدتش، لا انت كده مية مية، انت كده ماشي في الطريق الصحيح، انت كده ربنا مش هيضيع لك تعب، لانه قال انا لا نضيع اجر من احسن عمله. دي كده استربية بسيطة او رسالة التحفيز في برطماننا النهاردة. انت عندك اي مقولة قولها، هنعمل عليها الفيديو الجاي وهنقول اسمك زي الاء كده. اشوفكم على خير في فيديو جديد يا ابطال، مع السلامة.